السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متشبعي جريدة هيبا بريس، كنتعرض لواحد الاعتداء شنيع، كنتعرض لواحد الاعتداء شنيع من طرف واحد البلطاجية اللي ضربوني الرأس ديالي. بسبب واحد الضابط ديال الامن تنتعرض لواحد الضرب يعني خطير على مستوى الراس. يعني الضرب بسبب واحد الرجل الامن يعني اللي عرضني للتحريض من طرف واحد المواطنين. كنا كنصوروا واحد الحاله، دابا تنتمناو يا ربي شي واحد يعيط لرجال الاسعاف لان شنو نحس براسي. يعني تهجموا عليا بسبب واحد رجل امن مصطفى ابو العلاء، مصور صحفي، مصور صحفي كيتعرض لواحد الضغط واحد الهجوم. مصطفى ابو العلاء تيتعرض لواحد الهجوم بسبب واحد الضابط ديال الامن اللي هو اللي عرض لي الهجوم، يعني حرض عليا الناس. خليني الله يرحم بك الوالدين الرئيس، الله يرحم بك الوالدين، خليني الله يرحم بك الوالدين، لان هذاك الضابط ديال الامن هو اللي خلى الناس يحرضوا عليا. طريق السياره يعني انتقلنا، يعني دائما تنمشيو يعني تنخدموا بواحد المهنيه تنبعدوا هكا، عرفنا ان الناس يعني يلا وقفنا تما. كنتفاجئوا بواحد رجل الامن يعني طلب مني بالجهر امام يعني بعض المواطنين اللي كانوا كيتجمعوا تما على هذاك الحدث، يعني كانوا بزاف. ملي طلب مني البطاقه المهنيه قلت لها هي البطاقه المهنيه، شدها صورها صورها هذا رجل الامن، صور لي البطاقه المهنيه ديالي. يلاه غادي نتلفت بحال هكا حتى كيبانوا لي يعني 30 واحد اللي جاو تهجموا عليا. شي كيضربني هنا وشي كيضربني هنايا، شي كيضربني هنا. هو يعني رجل الامن ملي شاف هذاك الشيء هاد يعني هو يدير ديك اللعيبه ديال هاك بحال كيشوف هذوك جايين ليا كيتهجموا عليا، دار ديك اللعيبه بحال هكا بقى كيتفرج من بعيد. لولا واحد الرجل الامن يعني اللي تنشهد ليه يعني امام الله سبحانه وتعالى، لولا راه كنت غادي يعني كنت غادي نموت، لان الضربه عندي في راسي راه يعني باش ضربوني انا باقي دابا تنجهل باش ضربوني هاد الناس هادو. واش شي حد اللي غادي يمنع التصوير غيمنعوا بها الطريقه هذه؟ يعني ملي كان التحريض مخصوش يكون، يعني بالعكس حنا تنعرفوا الناس ما عمرنا طحنا في هذه الاصطدامات وطحنا في هذه المشكله هذا، ولكن للاسف ان ها البطاقه المهنيه، ها البطاقه الوطنيه، ها المرأة. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.